لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في العربي الجديد، العراق فاجعة مستشفى النصرية تعيد خيام المتظاهرين إلى المدينة. في صحيفة المدى، منظمات دولية ومسؤولون محليون، الفساد والإهمال وراء فاجعة الناصرية. في صحيفة الزمان، وزير الأمن الإيراني يزور العراق لبحث ملفات ساخنة. في الشرق الأوسط، العراق يسجل أقصى حصيلة وبائية هذا الشهر بنحو 10,000 إصابة. في القدس العربي، الحريري يقدم التشكيلة الوزارية ويحتفظ بالداخلية ويسمي وزيرين مسيحيين. اندبندنت عربية، طالبان تستولي على معبر الرئيس مع باكستان، وبوش ينتقد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. وفي الرأي الأردنية، الصحة العالمية تحذر من عواقب كارثية في الشرق الأوسط بسبب كورونا. السلام عليكم. لن يكون غريبا ولا عجيبا عندما يقرأ المواطن العراقي كل يوم أخبار الفواجع والقتل العشوائي والعشائر التي تتهدد أو تهدد وتتوعد، والصواريخ التي يريد لها البعض أن تكون هي المسيطرة على مقدرات العراق. علي حسين يقول في صحيفة المدى أن الحريق في العراق سيظل مشتعلا، والمواطن المغلوب على أمره يدرك جيدا أن هذه البلاد لا تملك قرارها بيدها، وأن البعض يصر على أن تظل رهينة لرغباته. نعم، أصبح دم المواطن العراقي رخيصا، والسبب نتحمله جميعا، لأننا بعد أيام سننسى جريمة الناصرية هذا، مثلما نسينا ما جرى في مستشفى الخطيب والنجف، وقبلها نسينا كارثة جسر الأئمة وتفجيرات الكرادة. فلا تهتم عزيزي القارئ، لأن كل الذين شغلتهم هذه الجريمة سيستخدمونها مادة في مناوراتهم وانتهازيتهم. هل هي مصادفة أن يحترق مستشفى الحسين في الناصرية في نفس الوقت الذي تفجر فيه أبراج الكهرباء، فيما تطورت حروبنا إلى مسيرات لا تريد لهذه البلاد أن تنام مطمئنة؟ في كل يوم نصحو على كارثة، بعدها يخبرونك أن الإمبريالية لا تريد لهذا الشعب الاستقرار والرفاهية. لا يهم أن تحرق بغداد والناصرية والبصرة ومدن العراق جميعاً، ما دام الغرض هو السيطرة على كل مفاصل الدولة. في بلاد تتحول فيها مؤسسات الدولة إلى شركات مساهمة تديرها الأحزاب والعصابات، ستجد من يحاول الضحك على عقولنا بأن ما جرى مجرد إهمال أو خطأ غير مقصود. في بلاد أباطرة الصفقات والمقاولات والحروب، لا أحد يريد أن يطمئن هذا المواطن المسكين على حياته ومستقبل أبنائه. فردهات المستشفيات جاهزة للحرق، وكواتم الصوت لا يعلو على صوتها، ولا مكان آمن ولا أمل بالخلاص ننتظره. فالكل يريد تشريح ما تبقى من جسد الوطن. الكاتب يضيف: ماذا سيفعل وكلاء الوطنية العراقية اليوم وهم يرون العراق في طريقه إلى الحريق؟ وما هو أيضا موقف الذين يصرخون ليل نهار لإنقاذ اليمن ونصرة البحرين؟ إذا كانت أرواح ضحايا مستشفى الحسين لم تهدأ منذ كارثة الثلاثاء، ولم يشف القضاء غليل أهاليهم، فإنه يحق لنا أن نسأل: إلى متى يصر فيه ساستنا على أن يمضوا بنا في سرداب مظلم تتصارع فيه المصالح وحيتان الفساد؟ لم تعد هناك إمكانية للالتفات إلى الكوارث الماضية لكثرتها وسرعة حصولها، وبتنا مضطرين للتفكير في الكارثة اليومية المقبلة لا محالة. فاتح عبد السلام يقول في صحيفة الزمان إن الحياة في العراق تسير على هذا المنوال، والسؤال هو: لماذا تتكرر الحرائق لا سيما في المؤسسات المهمة؟ الجواب بسيط، هو أن المسؤولين المكلفين بها غير مؤهلين، أنهم نتاج أحزاب غير معنية بالمصالح العليا للبلاد والمواطنين بمصالحهم الذاتية.
طالما غرقت البلاد بالضجيج الذي يحاط عند تعيين وزراء جدد في الحكومة، وكأن البناء الإداري سليم على درجة منافسة لما هو موجود في ألمانيا أو السويد أو بريطانيا، وأنه لا نحتاج سوى تبديل الوزير وما يترتب على ذلك من تغييرات في الرؤية لقيادة حقيبة وزارية، في حين أن واقع الحال يقول شيئاً آخر، هو أن الحلقات الأدنى من الوزير لا تزال تتحكم بشؤون الوزارة، وغالباً ما يمضي الوزير فترته الامتيازية في التستر على نفسه والمضي هادئاً نحو انتهاء مهمته، في حين أن الجهاز الإداري من وكيلي وزراء ومديرين عامين يمثل الكتلة الصلبة صعبة الإزالة والتغيير، وهي الكتلة التي ينخرها الفساد الحقيقي، حتى لو افترضنا فرضاً أن الوزير نظيف وغير فاسد. الكوارث الضاربة لمصالح العراقيين الخدمية هي نتاج كارثة مزدوجة سياسية وإدارية. ويختتم الكاتب بالقول إنه لا وقت للعراق المرهون مصيره بتصعيد إقليمي في أي لحظة، ولا وقت للعراق الذي تتجذبه قوتان رسمية وشبه رسمية، ولا وقت للعراق الذي لم يصلح منظوماته السياسية، ولا وقت للعراق أيضا الذي لا يزال البنك الفيدرالي الأمريكي يمسك بديناره خشية التداعي إلى الحضيض في ليلة وضحاها. لا أحد يدري كم من الوقت يحتاج العراق للقضاء على الفساد المستشري في البلاد إن كان العمل يتم على محاربته فعلا، لكن الحقيقة المرة هي أن الكوارث تتوالى في البلاد وأن أرواح الناس تزهق هكذا وبكل بساطة تحت العناوين نفسها الفساد والإهمال وسوء الإدارة. بينما لم تفلح كل الإجراءات المتخذة في منع الكوارث وحماية الأرواح، هذا ما أشار إليه يونس السيد في مقاله بصحيفة الخليج الإماراتية. العراقيون الذين استشعروا خطورة الفساد مبكراً وخرجوا إلى الشوارع للمطالبة بوضع حد لهذه الآفة يدركون أن ذلك لن يتم إلا بالقضاء على الفاسدين، وهم يدركون أيضاً أن الفساد هو الأب الروحي لكل مشاكلهم وسبب معاناتهم على كل المستويات. كارثة مستشفى الحسين في الناصرية والتي ذهب ضحيتها العشرات من مرضى كورونا في قسم العزل هي تكرار أو نموذج مستنسخ عن فاجعة مستشفى ابن الخطيب في بغداد في شهر نيسان الماضي، والتي أودت بحياة العشرات أيضاً من مرضى الوباء ذاته، وللأسباب المباشرة ذاتها انفجار اسطوانة أكسجين، سواء بسبب الإهمال أو سوء الإدارة أو غير ذلك. وإن كان من الواضح أن هنالك من يعبث بأرواح العراقيين، والمؤسف حقاً أن لجان التحقيق وإقالات بعض المسؤولين وإخضاعهم للمساءلة وكل الإجراءات التي اتخذت في المرة السابقة لم تفلح في منع الكارثة الجديدة، ويبدو أنها لن تحول دون وقوع كوارث أخرى ما دامت من صنع الفاسدين أنفسهم المفلتين من العقاب بفضل الحماية التي توفرها لهم جهات سياسية بعينها. إن كوارث إحراق المستشفيات بمن فيها ليست معزولة عن الاستهدافات اليومية لأبراج الطاقة ولا عن اغتيالات وعمليات خطف الناشطين العراقيين. الكاتب يرى أن حكومة الكاظمي غير قادرة على تخطي سقوف معينة واتخاذ إجراءات أشد قوة وأكثر حسماً من تشكيل لجان التحقيق التي لم تعد تقنع العراقيين، والانتقال مباشرة إلى ضرب رؤوس الفساد والخارجين عن القانون، وهم معروفون لديها بالتأكيد من دون حسابات سياسية أو مراعاة للجهات التي تدعمهم وتحميهم. يتساءل المرء، هل هناك مستوى محدد لمنسوب الفساد بموجبه تعلن دولة باعتبارها دولة منكوبة بالفساد؟ حينها يصل الفساد إلى مرحلة تكون فيها السيطرة عليه مستحيلة. فاروق يوسف يرى في موقع ميدل إيست أونلاين أن هذا الأمر يتطلب تدخل قوى خارجية لوقف الانهيار الاقتصادي أولاً، وثانياً لمنع الطبقة السياسية من الاستمرار في الإثراء غير المشروع على حساب الدولة.
كان الخبراء قد تحدثوا عن الفساد الذي ضرب العراق في عهد رئيس الوزراء نور المالكي بأن العالم لم يشهد فساداً مماثلاً منذ ظهور آدم على الأرض. يومها تم اعتبار ذلك الكلام نوعاً من المبالغة، ولأن الفساد مرض إن ترك من غير علاج استفحل وازداد تأثيره، سواء بسبب اطمئنان الفاسدين بأن عقاباً من أي نوع لن يطالهم، فقد وصلت الأمور في العراق إلى حرق المستشفيات بمرضاها وكادرها الطبي. أمس أعلن عن إحراق مستشفى ابن الخطيب في بغداد، اليوم أحرقت مستشفى الحسين في الناصرية، وما قبلهما وبعدهما أحرقت أجزاء من مستشفيات تم التستر على أخبارها. في آخر تصريحاته قال مصطفى الكاظمي إن العراق أنفق عبر 18 سنة الماضية 80 مليار دولار على الكهرباء، ولم يتم إنشاء محطة كهربائية واحدة. ذلك مستوى خرافي من الفساد. في إمكانك أن تسرق إن شئت وتقيم في الوقت نفسه مشروعاً وطنياً عظيماً للكهرباء، فالمبلغ فلكي كما يقال، ولكن فاسدي العراق وهم أذكياء من طراز رخيص، أدركوا منذ البداية أي مع اليوم الأول للاحتلال أن العراق الجديد، العراق الذي سيكون أمريكياً قبل أن يكون إيرانياً، هو نموذج فريد من نوعه في التاريخ. الكاتب يضيف: أي دولة سيبنيها الفاسدون من مادة ضمائرهم الفاسدة؟ فالعراق اليوم هو دولة وهمية، فبالرغم من ثرائه فإن شعبه سيبقى فقيراً. ليس المطلوب عراقياً أو عراقاً ببنية سليمة، لذلك يجب أن ينهار قطاعا الصحة والتعليم. أما الجانب الخدمي فيجب أن يصل إلى الصفر، لا يكون العراق بلداً زراعياً وصناعياً، بل يجب أن يكون بلداً مستهلكاً، كما أنه لو أنه لا يملك كما لو أنه لا يملك تاريخاً عريقاً في الزراعة والصناعة. بعد قرابة 9 أشهر من المماحكات السياسية، قدم رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري تشكيلة حكومية جديدة إلى الرئيس ميشيل عون تضم 24 وزيرا، معتبرا أن حكومته المأمولة إذا تشكلت ستعمل على وقف الانهيار. صحيفة القدس العربي ترى في افتتاحيتها أن السيناريو سيتجه إلى رفض جديد من عون للتشكيلة الحكومية، يتبعه اعتذار الحريري من دون تسمية بديل له. دارت المفاوضات السياسية حول تشكيل الحكومة اللبنانية مراراً وتكراراً حول امتلاك الرئيس اللبناني وفريقه السياسي الثلث المعطل، ورغم أن أطراف فريق الرئيس اعتبرت ذلك عملاً شرعياً لاستعادة سلطة الرئاسة التي تم إضعافها بعد اتفاق الطائف، وأن الأطراف السياسية الأخرى اعتبرتها افتئاتاً على مقام رئاسة الوزراء، فإن جميع المولجين بالقضية اللبنانية قرأوا ذلك على أنه تمكين لصهر الرئيس جبران باسيل الذي حل مكانه في قيادة التيار الوطني كخطوة تمهيدية للحلول مكانه لاحقاً في مقعد الرئاسة. يتعلق الأمر لدى الحريري بامتلاكه سلطة القرار على الحكومة التي ينوي تشكيلها، وهو أمر اكتسبه رؤساء الحكومات اللبنانيون، ويعتبر التنازل عنه انقلاباً على تسوية الطائف التي أنهت الحرب الأهلية اللبنانية، كما يتعلق بمنع الصهر الملك من التحكم بقرار الحكومة، كما يعتقد كثيرون أنه يتحكم بقرار الرئاسة. يجري كل ذلك في الوقت الذي يعلم الطرفان أن لبنان هو تحت السيطرة الفعلية لإيران، وهو ما يفسر استعانة باسيل بصديقه الأمين العام لحزب الله لترجيح موقفه في مواجهة الحريري والقوى الدولية التي تشترط حكومة فاعلة توازن الأوضاع الاقتصادية والسياسية اللبنانية السائرة بسرعة نحو انهيار وتفكك وفوضى. وتضيف الصحيفة أنه رغم ما يبدو أنه وصول جميع الأطراف إلى نهاية السكة، فلا شيء حقيقي يدعو للتفاؤل بإمكان ترجيح الساسة اللبنانيين لمصلحة البلاد على مصالحهم الخاصة، رغم أن لبنان يسير من دون هوادة نحو هوية سوداء سيغرق ظلامها الجميع.
نشرت صحيفة التايمز البريطانية مقالا للكاتب ريتشارد سبنسر حول مسارعة القوات الغربية بالانسحاب من أفغانستان وترك حركة طالبان تتمدد فيها، ويرى الكاتب أن أفغانستان تنتظر الآن لحظة سقوط سايغون وهي عاصمة فيتنام الجنوبية التي سقطت عام 1975 بعد خروج قوات الولايات المتحدة منها وإجلاء رعاياها ومسؤولي الحكومة الموالي لواشنطن بالمروحيات وترك السكان لمواجهة مصيرهم المحتوم. الكاتب أوضح أن الغرب يسارع في ترك أفغانستان، وغادر قائد القوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر قاعدة باغرام العسكرية في أعقاب احتفال وداع صغير جدا يوم الاثنين، وتبعته معظم القوات الأمريكية، كما قررت أستراليا إغلاق سفارتها في العاصمة كابول في وقت يتصاعد نفوذ طالبان في البلاد، وجاءت تحركات طالبان وسعيها للسيطرة على البلاد بعد سنوات من محادثات سلام غير المجدية والمذلة للولايات المتحدة في قطر، والآن تحاصر الحركة قندهار ومدناً أخرى كبرى. ويتساءل الكاتب متى ستقرر الولايات المتحدة إغلاق سفارتها وإخلاءها بالمروحيات مثل ما فعلت في سايغون، ويضيف أنه استغرق الأمر أكثر من عامين حتى سقطت فيتنام الجنوبية في يد الشمال بعد الانسحاب الأمريكي، لكن في أفغانستان سيستغرق الأمر أقل من هذا لتسقط في يد طالبان. وقال إنه وفق تقديرات المخابرات الأمريكية فإن سقوط كابل سوف يستغرق 6 أشهر، ويضيف الكاتب أن القوى الأخرى كان لديها بعد نظر في التعامل مع أفغانستان، وأشار إلى أن إيران وروسيا تدعمان سراً طالبان، كما أن الصين ستعرض الاستثمار جزئياً من خلال باكستان الحليف الاستراتيجي لبكين والراعي الرئيسي لطالبان. الكاتب يشير إلى أن رؤساء الولايات المتحدة ليس فقط بايدن ولكن أوباما وترامب أيضاً برروا إهمالهم المدمر للعراق قبل 2014 وكذلك لأفغانستان الآن بتقديم وعود بالتحول نحو آسيا من أجل مستقبل أمريكا، لذلك يجب أن يعمل بايدن على الوفاء بهذا الوعد. طور علماء أمريكيون جهازاً جديداً يمكن ارتداؤه حول الإصبع كشريط لاصق قادر على تجميع العرق أثناء النوم واستخدامه في توليد الطاقة، ونقلت صحيفة البيان الإماراتية عن مطوري الجهاز في جامعة كاليفورنيا سان دييغو قولهم إن نموذجهم الأول للجهاز لا يخزن سوى القليل من الطاقة حالياً، ويتطلب ارتداؤه 3 أسابيع بشكل مستمر لتشغيل الهاتف الذكي، لكنهم يأملون في زيادة السعة مستقبلاً، وقد وجدوا أن ارتداءه لمدة 10 ساعات من شأنه أن يولي طاقة كافية للحفاظ على تشغيل ساعة يد إلكترونية لمدة 24 ساعة بفضل تجميع ما يقرب من 400 ميلي جول من الطاقة. ويقال المؤلف المشارك في الجامعة لو يين إن حجم الجهاز يصل إلى نحو سنتيمتراً واحداً مربعاً، مضيفاً أنه يتم حالياً دمج الجهاز مع أنواع من حصادات الطاقة لإنشاء جيل جديد من الأنظمة القابلة للارتداء ذاتية التشغيل. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.